ينضم إلينا من باريس الدكتورة سيلين جريزي، أستاذ العلوم السياسية. دكتورة سيلين، أهلا وسهلا بك معنا. ربما يقول الزملاء أنك بالقرب من هذه المظاهرات أو هذه الأعمال التي تحدث، أعمال الشغب في العاصمة الفرنسية باريس، يعني كيف هي الأوضاع وهل ازداد غضب الشارع الفرنسي مع إصرار ماكرون لإمرار أو تمرير هذا القانون؟ أول مرحبا بكم، مرحبا متابعي القناة. بكل تأكيد يعني أنا في المنطقة التي تقريبا التي بها أعمال الشعب التي بدأت من منطقة الكونكورد وقريبة من البرلمان، قبة البرلمان الفرنسي، ولا هذا له رمزية كبيرة وأن الشعب الفرنسي مصمم ولا يريد بتاتا أن يتم لي ذراع. يعني هي مسألة كانت لي ذراع حسب الشعب الفرنسي داخل هذا الوضع المتردي فرنسا، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو حتى صحيا. يعني نحن نعيش في شبه كارثة، يعني عمال النظافة لهم أكثر من 10 أيام، يعني شوارع فرنسا الرومانسية المكتدة أصبحت لمقر القمامة والنفايات، بالإضافة إلى ذلك أن استعمال هذا النوع من القرارات بالنسبة للفرنسيين أنه لا يسمع صوتهم ولا تحسب كلمتهم وليس لهم أي وزن. ولذا الإضافة هو أن كل الأحزاب أو المعارضة أو بعض أعضاء البرلمان قد قرروا مثل ما تفضلت وذكرت رفع الثقة أو وضع اللوم بالفرنسي، يسمى بالفرنسي موسيون دو سانسور، التي لديهم 24 ساعة، يعني من هنا ليوم غد الساعة الثالثة بعد الظهر عليهم أن يضعوا ذلك، والتصويت على ذلك يحتاج إلى 48 ساعة. إذا فالشعب يريد الآن إقالة الحكومة إذا لم تتراجع عن هذا القرار. ولكن دكتورة، يعني عذرا على المقاطعة، برأيك لماذا لا يبالي ماكرون، لماذا لا تبالي الحكومة الفرنسية بكل هذه المطالب، هذه الإضرابات، هذه الاحتجاجات التي يقوم بها الشعب الفرنسي؟ هناك مشكلة كبيرة منذ تولي ماكرون سدة الحكم في فرنسا، هو لا يبالي بتاتا. يعني كل القرارات، لقد لاحظنا وحضرتك تابعتي قانون الأمن الشامل، الإسلاموفوبيا، السترات الصفر التي استمرت لسنوات ولأشهر، لم توقفها إلا وباء كورونا، وإلا كانت تستمر في الشارع. كل ذلك هو يضرب به عرض الحائط ولا يلتفت تماما لمطالب الشعب الفرنسي. لذا فهو يحاول أن يقنع الشعب الفرنسي أن ما يقوم به هو في مصلحة الشعب الفرنسي، وهذا ليس صحيحا، لأنه في نفس الوقت يقوم بتدابير ضد ذلك. يعني أول مشروع قام بسحبه هو مشروع الضرائب على الثروة، يعني الأغنياء يزيد إغناؤهم والفقراء أو الطبقة، لم تعد هناك طبقة متوسطة في فرنسا. يعني التباين كبير جدا في الشارع، وسائل النقل يعني شبه واقفة. يعني أنا عانيت لكي أصل إلى منطقة الشانزليزيه التي هي تعتبر في وقت سياحي، والتي تعتبر قلب باريس النابض سياحيا، يعني بالإضافة إلى القمامة في كل الشوارع، يعني وسائل النقل شبه منعدمة. هناك أيضا محطات المترو التي أغلقت والتي يعني تحاول قدر الإمكان أن تخرج الناس. يعني هناك تجمهر كبير، وأنا قادم إلى الشانزليزيه لاحظت أن دكتورة المنتشر الآن بين الأوساط الفرنسية وبين الشارع الفرنسي هو أن ماكرون رئيس الأغنياء كما يقولون ويرددون في هذه المظاهرات. صحيح، ماكرون هو رئيس الأغنياء، هو ماكرون تم اختياره يعني لنقول تحصيل حاصل، لم يكن حبا فيه. في المرة الأولى كان فقط لتجربة الشخص يخرج عن التيارات التقليدية يمين أو يسار، نأخذ شخصا لا غير معروف، لكن في المرة الثانية لكي لا يمر اليمين المتطرف. إذا المشكلة هنا هو أن ما يحصل الآن سيتم التقاطه من الأحزاب المتطرفة خاصة اليمينية، هي لنقول هي لتظهر للشعب الفرنسي أن اختيار ماكرون لم يكن صائبا. الذي يجب فهمه هو أن ماكرون ليس لديه أي شيء ليخسره، لأنه في عهدته الثانية ولا يمكنه أن يترشح لعهدة جديدة. استعمال قانون 49.3 يعني لم نتشهد فرنسا استعمالا بهذا الحجم منذ 1958، يعني تم استعماله من طرف إليزابيث بورن 11 مرة لتمرير ميزانياتها بطريقة تعسفية، والإحساس بهذا النوع من التعسف ليس هو دخيل على الفرنسيين الذين اعتادوا. دكتورة، هذا القانون تحديدا أو قانون إصلاح أو رفع سن التقاعد له باع طويل مع فرنسا ومع التاريخ الفرنسي ومع الرؤساء السابقين لفرنسا، ربما فشلوا كثيرا في تمرير مثل هذا القانون. ما سر إصرار ماكرون عليه بهذا الشكل في ظل يعني بالفعل أوضاع هي مشتعلة بجراء أزمات اقتصادية متتالية؟
هو يجب الإشارة إلى أن القوانين، قانون التقاعد في فرنسا لا يوجد قانون واحد، هو 42 قانون حسب المهن، حسب قطاع الشغل، وحسب مجموعة من المواصفات الأكيدة. لكن قانون الشغل يريد مانويل ماكرون أن يوحده، وهذا يحسه الفرنسيين نوع من الظلم. يعني كيف يمكن أن تطلب لشخص مثلا قضى 13 سنة في الجامعة أن يشتغل 30 سنة إضافية، أو أم أسرة لديها أطفال أخذت يعني عطل لتربية أولادها أن تستمر في الشغل لمدة أطول. هو هناك فرق، فماكرون لا يفرق بين العدالة والمساواة، ويحاول أن تكون هناك مساواة بكل تأكيد، أن أخضع كل الشعب لنفس قانون التقاعد. لكن العدالة ليست كذلك، هناك تفاوت، هناك مهن متعبة، هناك دراسات عليا أيضا متعبة. فهو أراد أن يظهر للعالم أنه يختلف عن سابقيه الذين خافوا ولا يستطيعون، لأن ما يحصل الآن لم يكن لا شيراك ولا هولاند ولا حتى ساركوزي الذي كان معروفا بجرأته ووقاحته، لا أحد لمس هذه المكتسبات التي عمدها الفرنسيون بالدم والحديد والنار، وأتى هو برشة قلم يحاول أن يغير كل هذه الأشياء. حاول الشعب الفرنسي، حاول النواب، حاول الأحزاب أن تثني عن ذلك، لكن إخراج هذا النوع من القوانين هو تحدي. والآن نحن في الشعب الفرنسي الآن في ما يسمى بمحاولة تكسير أضلاع بين الحكومة وبين كل الطبقات الفرنسية. هو تحدي ربما وتظهر أثاره في هذه الصور التي نتابعها وهذه الاحتجاجات المستمرة. شكرا جزيلا لك، كنت معي من باريس الدكتورة سيلين غريزي أستاذ العلوم السياسية، شكرا على هذه المعلومات وهذا التحليل.